السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي، ياريت تنزلي تشتركي فيها حالا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نبدأ. انا مصورة لكم روتين كده بالليل قبل ما انام، دي مواعين الغدا، يعني لو انا ما غسلتهاش وكده بعد الغدا وكنت تعبانة وكده مثلا، فبسيبها بغسلها بالليل قبل ما انام. يعني انا بنام يعني على الفجر كده، فتقدروا تقولوا كده غسلها على الساعة 3 بالليل كده ولا حاجة. يا رب الفيديو يكون عاجبكم وتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تتشجعوا كده ويكون روتين حلو. لو مكسلين ولا حاجة يشجعكم، يديكم طاقة إيجابية ان انتوا تقوموا تعملوا اللي وراكم وتخلصوا اللي وراكم. انا بصور لكم الروتين ده على فكرة وانا كنت تعبانة والله، واخدة دور برد كده، فالحمد لله. يعني برضو الواحد مهما يكون فيه من تعب او حاجة برضو بيقوم ويعمل اللي وراه، اكل، غسيل، بيشوف بيته عايز ايه وبيعمله. لازم تخلصي اللي وراك، يعني مفيش حد هيجي ويعملك اللي انت عايزاه او يساعدك. بايديكي برضو هتعملي كل حاجة حتى لو تعبانة. فربنا يدينا الصحة جميعا ويشفينا جميعا، ويا رب الفيديو يكون عاجبكم. هو روتين بسيط كده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، اعمل لكم حاجات تشجيعيه من دي كده تاني عشان تتشجعوا. يعني احنا بصراحه بنكسل مثلا نعمل اي حاجه في الشقه ولا حاجه، فالفيديوهات ديت بتشجعنا بصراحه. حتى انا لما بتفرج على فيديوهات زي دي من روتين ناس انا بتابعها او حاجة على اليوتيوب، بيبقوا عاملين روتينات وكده من ديت، لما بتفرج عليها بصراحة بتشجعني جدا. لو مكسلة اقوم اعمل حاجة بقوم اعملها على طول، فالفيديوهات دي حلوة في كده بصراحة. يا رب الفيديو يعجبكم. كمان برضو علشان الجو اللي احنا فيه ده برق ورعد ومطر وسيول وحاجات كده غريبة كتير، والجو ساقع بصراحة، فالواحد الجو والتعب اللي هو فيه كل الحاجات دي مش بتبقى مساعدة ان هو يخلص اللي وراه بسرعة او يعمل اللي وراه كله. فانا بعد يوم طويل وتعب والواحد كان تعبان وكده، يدوب خلصت الغدا وقعدت ارتحت شوية وخدت الدواء وكده، وبرضو خلصت الورايا. بعد كده قلت اخلي المطبخ بقى ايه بالليل شوية، فقلت اصور لكم الروتين دوت. يعني لو كسلانين او متكتكين السقعة، يعني تقوموا برضو تخلصوا اللي وراكم يفيدكم ويحفزكم كده شوية. ويا رب لو عجبكم اكتبولي في التعليقات، اعمل لكم فيديوهات من دي تانية كتير، وهوريكم برضو الاوضه بتاعت عادل. انا عامله فيها حاجات حلوه قوي بالفوم، يا رب تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت غسلت برضو الرخامه بالليفه والبوتاجاز، وكمان غسلت الازايز زي ما انتم شايفين كده اهي، ومليتها برضو. في بسيب ازايز على الرخامة وفي ازايز بدخلها التلاجة زي ما انا حابة. يعني شايفين الليفة اللي انا شاورتلكوا عليها ديت، هي ديت اللي انا غسلت بيها البوتاجاز والرخامة. انا عاملة لكل حاجة ليفة يعني، وغسلت بيها برضو الحوض في الاخر بعد ما خلصت المواعين خالص. عاملة المواعين ليفة والحوض والبوتاجاز والكلام ده كله برضو ليفة، والازايز برضو عامله لها ليفه مخصوصه بيها. لازم كل حاجه يبقى ليها ليفه خاصه بيها. ندخل بقى كده على الاوضه بتاعه عادل زي ما انتم شايفين كده اهو، هناك اهو. بصراحه الاوضه دي يعني مظلومه معانا في الشقه، ما بنقعدش فيها كتير خالص، فبرضو من وقت للتاني كده برضو ادخل انضفها واغير الملايات وكده. فقلت يعني اصور لكم وكده برضو فيديو تحفيزي يعني. بس كده فرشت الملاية اهو بعد ما نفضت السرير وحطيت اللحاف بالمنظر ده وتنيت كده جزء منه. بعد كده رصيت الدباديب وعملت نفس الطريقة في السرير التاني،
والمروحه زي ما انتم شايفين كده انا كنت غسلاها وحطها حطلها الكفر بتاعها علشان ما تتطربش. زي ما انتم شايفين بقى كده الفراشات وشريطه بيبي بوي ونجوم كده، وفي نجوم كده بشريطه ستان، وكمان صنفور ده انا برضو كنت عاملاه، بس بصوا عينه وقعت في حته منه وقعت يعني، وعامله بصوا شكل الفراشات والنجوم دي، وكمان بطوط دوت اللي باللون الاصفر شكله حلو قوي، وشريطه هابي بيرثداي كنت عاملاها في عيد ميلاد عادل، وحاطه التلاجة كده بصراحه في اوضه الاطفال علشان المساحه يعني، وعامله شرايط كده ستان حاطه فيها قلوب، وعامله بيبي بوي ديت ولازقها كده على الباب برضو شكلها شيك وحلو. هحط بقى كده الملايات في الغساله برضو، هغسلها قبل ما انام وكده عشان ابقى خلصت اللي ورايا، وده الغسيل اللي انا لميته من على الحبل هدوم لعادل وكده، والمشابك حطها في بوكس كده كان جالي فيه هديه، فقلت عشان مش بستغله وكده وركناه على طول، فقلت هحط فيه المشابك وفي نفس الوقت يبقى شكله شيك وحلو وهو في الصاله. بعد كده هنا هكوي القميص عشان جوزي يعني وكده عشان رايح شغل وكده الصبح، فبكوي له قميص او حاجه قبل ما انام طبعا عشان انا تعبانه وكده، فقلت كفايه واحد، لكن في العادي ممكن اكوي مثلا قميصين ثلاثه كده يعني، واسيبهم يعني بقى يستخدمهم براحته. تمام، وحط بخاخه كده جنبي فيها ميه علشان تساعدني على الفرد بسرعه اكتر. زي ما وريتكم كده اوضه عادل تقدروا ان انتوا تعملوا افكار وحاجات بسيطه بالفوم وتزيني بيها اوضه ابنك او بنتك بحاجات بسيطه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان هو يكون نال رضاكم، ولو عجبكم الفيديو والروتين نعمل مع بعض روتينات تانية كتير ما تنسيش بليز اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو اول مرة بتشوفي قناتي، وشير عشان غيرك يتشجع ويقوم يغسل وراه ويخلص كل